ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على 4 موديلات من موديلات القلاية الهوائية ديلونجي. ديلونجي طبعا غني عن التعريف، من اشهر القلايات الموجودة في السوق حاليا ديلونجي مالتي فراير. والقلاية الهوائية ديلونجي من اهم مميزاتها انها متعددة الاستخدامات، ينفع نقلي فيها وكمان نطبخ ونشوي ونقلي ونحمص ونعمل كب كيك ونسوي فيها بيتزا وكيك او كب كيك لو احنا حابين نعمل كده. طبعا الى جانب الوظيفة الاساسية وهي القلي في معلقة زيت واحدة. اهم ميزه في القلايه دي لونجي انها فيها سخانين، واحد فوق واحد تحت، هنشوفهم مع بعض دلوقتي. من مميزاتها انها حجمها كبير، واقل ساعه ليها هي 1.250 كيلو، واكبر ساعه ليها هي 1.700 كيلو، يعني تشيل 1700 جرام من البطاطس الفريش. وكمان من اهم مميزاتها ان فيها غطا شفاف تقدر تتبع الاكل منه من غير ما تفتح القلايه وتبصي كل شويه. وكمان بها دراع تقليب لتقليب الاكل تلقائي، طبعا الاكل القابل للتقليب زي مثلا البطاطس الشعريه، كنافه، المكسرات، اي حاجه ينفع تتقلب ممكن نستخدم دراع التقليب معاه. ودي ميزة من أهم مميزات القلاية الهوائية ديلونجي. طبعا كل حاجة لها ميزة وعيب، هنتكلم على المميزات والعيوب دلوقتي. تعالوا الأول نتعرف على الموديلات اللي معانا. معانا موديل 1373، هو الموديل ده، والموديل 1363، وموديل 33، والموديل ده 2101. تعالوا بقى نتكلم على مميزات كل موديل فيهم. معانا الموديل 1373، من اهم مميزاته ان الساعه ليها 1700 جرام، يعني تشيل 1700 جرام من البطاطس الفريش وتشيل فرخه كامله 1.700 كيلو، وفيه غطا شفاف عشان نقدر نتابع الاكل منه من غير ما نفتح القلايه ونبص كل شويه، وفيه دراع تقليب. تعالوا نتعرف على شكل القلايه من جوه. بنفتح القلايه من هنا بتفتح معانا، ده شكل الحله من جوه، فيها دراع تقليب لتقليب الاكل تلقائي. القلايه فيها سخانين، واحد فوق ده فوق، ولو جينا نشيل الحله هنلاقي سخان تحت بالشكل ده، ده السخان السفلي ده شكله، وده شكل الحله. الساعه بتاعتها كبيره ودي من اهم مميزاتها. القلايه فيها ميزه الفصل التلقائي، يعني بعد ما تخلصي الاكل بتفصل تلقائي لوحدها، وفيها زرار للتحكم في السخان العلوي وزرار للتحكم في السخان السفلي. بس المشكله في القلايه دي ان انت ما بتقدريش تتحكمي في السخان السفلي لوحده، لازم يكون على الاقل السخان العلوي شغال، لكن ما تقدريش تشغلي السخان السفلي لوحده، لازم يا اما الاثنين مع بعض يا اما السخان العلوي لوحده. بتقدري تظبطي درجه الحراره والوقت من هنا، وبتقدري كمان تظبطي لحد ثواني، يعني لو انت جيتي حابه تظبطي لحد 30 ثانيه بتظبطي، وبتقدري تظبطيها لحد 30 دقيقه، وممكن تزودي عادي لحد 60 دقيقه لو انت حابه ده. بتقدري تظبطي درجات الحراره من هنا عن طريق بكره، بس درجات الحراره مختلفه شويه في ديلونجي، عباره عن ارقام 4 و3 و2 و1. اعلى حاجه 4 اللي هي توازي 200 في القلايات التانيه، ودرجة حرارة 1 توازي حوالي 100 أو 120 في القلايات التانية. ده بالنسبة لموديل 73، هنتكلم على عيوب بعدين. وبالنسبة للسخان العلوي، السخان العلوي في كل موديلات ديلونجي 1400 واط، أما بالنسبة للسخان السفلي في موديل 73 200 واط. تعالوا نتكلم بقى على موديل 63، هو نفس سعة موديل 73 والاتنين زي بعض تقريبا، بس الفرق بس في شكل الحلة من جوه، شكل دراع التقليب شكله مختلف شوية في موديل 63. ده شكل الحلة، الساعة بتاعتها كبيرة، هو شكل دراع التقليب مختلف. الميزة في موديل 73 ان ما فيهوش مشكلة ان دراع التقليب بيتفك، وده شكل السخان السفلي بعد ما نشيل الحلة، وده شكل السخان العلوي. طبعا الميزه في موديل 63 ان حجمه كبير برضو، بس هو فيه حاجه عيب يعتبر مش موجود في القلايه 73، ان هو مش بيفصل تلقائي. بس لو حبيتي تفصلي القلايه تلقائي بتشيلي اللي هو التايمر اللي هنا ده، بتفصليه وتاخديه مكانك، هو بيتفصل عادي، بتقدري تفصليه وتشيليه بالشكل ده، بيطلع من مكانه، بتشيليه وتاخديه معاكي في اي حته لو انت حابه تفصلي الوقت. هو ده العيب الوحيد الموجود في 63، ان هو مش بيفصل تلقائي، لازم انت تفصليه بنفسك. بس فيه برضو سخان علوي وسخان سفلي، وفيه غطا شفاف، وفيه دراع تقليب،
وحجمه كبير يشيل 1700 جرام من البطاطس الفريش. السخان العلوي ليه 1400 واط والسخان السفلي 200 واط زي موديل 73. وبتقدري برضو تتحكمي في السخان العلوي عن طريق الزرار ده والسخان السفلي لوحده عن طريق الزرار ده، بس برضو نفس المشكلة ما تقدريش تتحكمي في السخان السفلي لوحده، لازم يكون معاه السخان العلوي شغال على الأقل. وبتقدري تظبطي درجة الحرارة من فوق من هنا، وبرضو هي عبارة عن أرقام بالشكل ده، 4 أعلى حاجة و1 أقل حاجة. ومعنا الموديل 2133. الموديل ده مميز ليه؟ عشان هو حجمه قليل شوية بس سريع، لان ليه نفس الوقت في الموديلات التانية سخان علوي وسخان سفلي بس الساعة أقل، عشان كده يعتبر أسرع. الموديل ده فيه عيب تصنيع بيتشرخ من الجزء الأسود اللي هنا من الجزء ده كده، عشان كده معظم الناس ما تحبش تشتريه عشان بيتشرخ بعد شهر من الاستخدام تقريبا. في ناس بتسأل هي بتتشرخ ليه، هو ده عيب تصنيع فبيتشرخ، وللأسف القطعة دي مش داخل الضمان. الموديل ده مميز جدا بس عيبه بس ان هو بيتشرخ من الجزء الاسود اللي انا قلت لكم عليه. فيه برضو سخان فوق وسخان تحت، السخان العلوي 1400 واط برضو والسخان السفلي 200 واط. ده شكله من جوه، القلاية مربعة الشكل من جوه، وتشيل 1.250 كيلو جرام من البطاطس الفريش. وده شكل السخان من تحت، السخان السفلي ده شكله. وده شكل السخان العلوي. بصراحة هو موديل ممتاز، عيبه بس الشرخ اللي بيحصل فيه من هنا، وفي ناس كتيرة بتتضايق من العيب ده، بس هو فعلا عيب في القلاية دي. التحكم في الموديل ده مانيوال عن طريق بقر من هنا، بتقدري تظبطي الوقت من هنا ودرجات الحرارة من هنا، وبتقدري تشغلي السخان السفلي من هنا. ومعانا الموديل التاني 2101. الموديل ده عيبه بس ان ملوش ما فيهوش سخان من تحت. الفرق ما بين موديل 2101 وموديل 2133 ان موديل 2101 ما فيهوش سخان سفلي، فيه سخان علوي فقط، والاثنين نفس السعر ونفس الشكل ونفس كل حاجه. الفرق بس هو ان موديل 2101 ما فيهوش سخان سفلي، لكن الاثنين لهم نفس السعر ونفس الشكل ونفس كل حاجه ونفس الحله ونفس كل حاجه بالظبط. تعالوا نشوف شكله من جوه. نفتح القلايه من كده، ده شكله، شكل الحلة من جوه. لو جينا نشيل الحلة مش هنلاقيه سخان سفلي. ده شكل السخان العلوي شبه الموديل 2133 بالظبط، زي في كل حاجة ونفس المقاسات ونفس كل حاجة ونفس طريقة التحكم. بنقدر نتحكم في الوقت من هنا، بنقدر نظبط الحرارة من هنا، بس ما فيهوش زرار للتحكم في السخان السفلي. بالنسبة بقى لمقاسات الحلة، طبعا دي لونج عبارة عن حلة. في الموديل 1373 مقاسات الحلة 26 سنتي، وبالنسبة لموديل 63 نفس الحلة بالظبط بتاعت 73 قطرها 26 سنتي وارتفاع 8 سنتي. اما بالنسبه للموديل 33 الحله 24×24، هي مربعه الشكل وما فيهاش دراع تقليب، 24 سنتي. وبرده نفس الحله في موديل 133 24×24 سنتي، والارتفاع ليها 8 سنتي. تعالوا نتكلم على العيوب بتاع كل موديل فيهم. انا عندي اصلا الموديل ده في البيت، انا شايفه العيوب اللي فيه ان صوته عالي شويه. يمكن العيب ده ما يكونش عيب بالنسبه لمعظم الناس، بس انا بالنسبه لي مش بحب الصوت العالي، فده عيب بالنسبه لي ان هو صوته عالي. مع البطاطس الفريش دراع التقليب بيتفك من مكانه. وكمان في عيب يعتبر بالنسبه لي عيب مش حلو شويه، ان نظام الحله ده ما فيهوش تصفيه دهون، بلاقي الدهون موجودة لسه في الأكل. في عيب كمان إن الأكل إن السخان يعتبر جانبي. ده شكل السخان، هتلاقوا السخان ناحية جوة شوية، فتلاقي الأكل بيتحمر من ناحية السخان قبل من ناحية الجزء اللي بره. دي العيوب اللي موجودة في الموديل ده. وبرضو العيب اللي أنا قلت لكم عليه في الأول، إن أنا ما بقدرش أتحكم في السخان السفلي لوحده، لازم أكون مشغلة معاه السخان العلوي.
نفس العيوب موجودة في موديل 63، بس موديل 63 ما فيهوش ان الدراع بيتفك من مكانه، ده العيب، العيب ده مش موجود في الموديل ده. بس برضو السخان جانبي وبتحمر الاكل من جزء، من الجزء اللي ناحيه جوه قبل الجزء اللي ناحيه بره، العيب ده برضو يعتبر موجود في الموديل ده. والموديل ده فيه زي ما قلنا موضوع التايمر ده، ان هو مش بيفصل تلقائي، لازم انت تفصليه بنفسك. موديل 33 عيبه الشرخ اللي بيحصل فيه من الجزء الاكريليك اللي هنا، بيحصل ليه ده عيب تصنيع ومش داخل الضمان مع الاسف يعني. الموديل ده عيبه اللي هو 2101 عيبه ان مفيهوش سخان سفلي، وبرضو بيحصل فيه شرخ من الجزء اللي هنا، ده عيب تصنيع موجود في الموديل ده برضو. طبعا الموديلات دي مانيوال، موديل 2133 التحكم فيه مانيوال، وموديل 2101 التحكم فيه مانيوال برضو. موديل 73 اللي فيه التحكم في درجات الحرارة مانيوال عن طريق بكر من فوق، هنا بنقدر نتحكم في الوقت من هنا عن طريق زرائر، وبتقدري تظبطيه لحد 60 دقيقة وبيفصل تلقائي عادي جدا. موديل 63 التحكم فيه في درجات الحرارة مانيوال، أما في الوقت فهو ديجيتال عن طريق الزرائر دي. دي كل العيوب والمميزات الموجودة في الأربع موديلات دي اللي اتكلمنا عليها. اتكلمنا على موديل 73، موديل 63، موديل 33، موديل 2101، وقلنا الفروق ما بينهم وقلنا كل حاجة عنهم، مميزاتهم وعيوبهم. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو عندكم أي سؤال سيبوهولي في التعليقات وهرد عليكم فورا، وما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تشتركوا في الجروب الخاص بالقلاية الهوائية واللينك في التعليقات، وشكرا لكم جداً.